علاش حيت ما بغيتش نعطيه الحمي تو سامبلومون. ما بغيتش التحرش اثر عليا بزاف بزاف، لانه السيد كان تيشدني من دراوعي ويبوسني وهزني فوق الناموسيه لحمي. راه بصح نيت الناس ما عرفتش علاش كياخذوها بحال راه غير كذبه، راه ماما قلتها ليها، راه هزني ولحني فوق الناموسيه اللي حنا كنبدلوه في البيت اللي حنا كنبدلوه فيه، وطلع حدايا نعس هكا. انا عندي فضيحه هادي، واش انت عندك عاديه عادي يديرها لك زميل؟ لا ما يمكن والله فطن الزهره، لا ما يمكن. ولا عندنا بزاف الاشياء يمكن عاديين، انا ما عنديش عادي. وثانيا قال عند مومو في لاغاديو على انه حنا عادي كنضحكوا كذا، انا اختي ما كنضحكش، انا ما كنضحك، ما كنتمازح مع شي واحد، ما كنعاود نكت لا والو. انا ميكس عاود نكته خايبه كنوض كنمشي للسيناريو ديالي اللي غادي نصور. انا في لي بلاطو معروفه عليا الانضباط، ونجيب لك السيفي ديالي نبوسو بعمل بعمل، كل دور خديته فيه خديته عن جدارة واستحقاق بدراعي. لا عمرني كانت عندي علاقة مع مخرج ولا مع منتج ولا مع مدير قناة ولا مع ممثل ولا مع تكنيسيان ولا مع حتى شي واحد، وما عندي حتى شي حد في العائلة فني يعني فنان اللي غيتوصل لك مثلا نقولوا كلشي بدراعي، كلشي بدراعي. علاش ما بقوش كيعيطوا عليك الادوار؟ لانه التحرش شائع في المجال بواحد 90%، كاين واحد 10% اللي ما كيحبدوش في البلاطو كيمنعوه، كيقول لك الا كانت شي حاجه ديال التحرش راه ما تخدمش معايا، حضي راسك. رشيد ولي مثلا عنده هادو ضوابط كيديرهم، الحاج مجد عبد الرحيم حتى هو راه ميم شوز، الحجاج راه ما كيديروا هادشي اللي باديه. الباقي كيقول لك لا حنا مع الحريه ومع كذا. ما تنسيش انه كاين واحد القسم كبير اللي ملحد، دونك ما عندهمش مشكل، العكس خصك تكوني منفتحه، خصك تشربي، خصك تكوني كتكمي، خصك تكوني هذا. انا جو سوي بيان، انا اللي مغ ديالي مزيان ملي كنشرب كاس ديال اتاي، ما محتاجاش نشرب شي حاجه اخرى. يعني انت ما بقاوش كيعيطوا عليك حيت ما كتمشيش في هذا الطرح هذا؟ حيت انا ماشي في حتى شي كلون، ما داخله في حتى شي كلون، انا نقدر نخدم مع هادو مع هادو مع هادو مع هادو، ما عنديش مشكله. انا تنمشي تنشتغل على الشخصيه ديالي وما تنتصاحبش مع الممثلين والممثلات صراحه. علاش ما بقاوش يعيطوا لك ملي كتقولي لنا هكا؟ هادو اذا اللي كيعيطوا عليهم واش غاديين معاهم في نفس الطرح؟ لانه اغلب المخرجين اللي بقاو الان غاديين في هاد الطرح. اه والفنانات اللي كيمثلوا معاهم شنو لي كريتير اللي كيخليهم يعيطوا عليهم؟ ما نقدرش نجزم، يعني ما يمكنش نتهم شي حد شي حاجه انا ما شايفاهاش بعينيا، ولكن الامور باينه، الامور باينه وكتوصل. عرضوا لك شي اشياء اللي ما قبلتيهاش؟ اكيد اكيد. شي حاجه اللي تعرضات عليك وجاتك صادمه؟ ويلي هادو اش كيقولوا؟ شحنا في المغرب صادمه مثلا، مخرج مثلا عرض عليا سيناريو في واحد في واحد المهرجان، قال لي انا نعطيه لك، نتلاقاو في لوول شويه، قال لي رانا عييت، طلعت لا شومبر ديالي انا شويه ونزل نجيبو لي، قلت له واخا اوكي استاذ ديالي بغاني بطوله فيه. من بعد قال لي شو راه ما قدرتش نزل، عافاك طلع خوده وقريه اليوم، عافاك حاولي تقريه اليوم ونعسي بكري باش ياكد لي باللي راه ما غاديش نتعطل عنده. فهمتي شنو؟ طلعت لقيت والله العظيم يا ما نكذب، لقيت لولي ولهيه، هذه راه في طنجه، هذا مهرجان ديال طنجه، كاين لهيه واحد ليطاجيغ في لا لولي لا تيت دو لي فيها واحد ليطاجيغ تما محطوط داك السيناريو. هو جالس على الجنب ديال لولي حاط الشراب فوقو هذاك، ولكن انا ما عندي ما غادي ندير في هذاك المكان. جلست فوق فوتوي، بقى كيهضر معايا هذا، انا تنشوف السيناريو، باغا السيناريو، باغا نخدم، باغا نمشي في حالي، نمشي نقراها، نمشي في حالي، نمشي. انا ما على باليش، هو حاط جوج جوج مشروبات جوج مشروبات قنينات صغار، ما بغيتش نقول لك السميه. دونك بقى كيهضر معايا هادي شافني ما والو، زاقيه في بلاصتي وهذا وهذا، هو يقول لي وها هو السيناريو، المهم الا بغيتيه كوني شويه فليكسيبل وعرفي كيفاش تستغلي فرص كيما استغلوا فلانه وفلانه 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 في الاسماء، شوهم بعدا واحد خمسه باش شوهم، ربما يكون غير كذوب، ربما باش انت تيقي يقدر يقول عليهم كما فلانه تيا مثلا، وما قلت حتى شي واحد لانه يمكن داكشي ما يكونش بصح. نعم صافي شويه وي جا عندي هجم عليا، هجم عليا اللي